السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. احتجاجات بدأت تنتشر كل مرة في منطقة معينة على خلفية الوضعية الاجتماعية للأهالي، ارتفاع الأسعار، المقدرة الشرائية للمواطنين، البطالة إلى غير ذلك من الأسباب، مقابل اجتماعات متواترة لرئيس الجمهورية وتوصية وتعليمات وأوامر وقرارات جديدة، ردا أو تفاعلا مع الاحتجاجات اللي صايرة في عدد من جهات البلاد. خليني نبدأ نحكي بالاحتجاجات اللي اندلعت في دوار هيشر. معناها البارح شفنا احتجاجات في دوار هيشر، جملة من المطالب رفعوها الأهالي وحذروا من أنه فما إمكانية لإنفلات الأمور وخروجها عن السيطرة، وهذا ما قد يمثل خطرا على الوضع العام حسب ما أكدوا منسق احتجاجات دوار هيشر في تصريحات صحفية. المصدر هذا يقول بأنه أهم مطلب طالبوا به هو التفاوض مع ممثل عن الحكومة في شخص وزير الشؤون الاجتماعية. يقول هذا طلبناه من السيد ويلي منوبة سابقا من فترة كبيرة، وزدنا طلبناه من المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية. دوار هيشر هو ملف تجاوز السلطة الجهوية، يقول هو ملف وطني بحكم أنه دوار هيشر فيها 120,000، ويقول بأنه الحاجة الثانية الخدمات الصحية في دوار هيشر تثبت في موت العشرات اللي يعانيوا من مرض مزمن السكر والدم وغيره. والطلب الثاني هو تحسين الخدمات الصحية، مش مستوصف اسمه وحدة صحية. يقول المستوصف ما خلطنا لوش حتى من عهد بن علي إلى غير ذلك. يقول هو وحدة صحية حتى في العصور الوسطى ما فماش، احنا معناها عبارة يعديوا العبيد في الشارع، معناها الدواء ما فماش، لا سكر لا دم لا حتى شيء. ويقول هذا يعني يتسبب في وفاة برشا ناس، وما زالت فما برشا ناس تموت لأنه ما لقاوش الدواء. بيقول احنا زويولة ما نجموش نشريوه من الفارماسي بعض أنواع متاع الأدوية معناها. ويقول عطينا بطاقة علاج بيضة مجانية مش باش نمشيو نشريو من الفارماسي. المفروض أصحاب بطاقة العلاج البيضة يتمتعوا بخدمات مجانية، يعديو ويداوي ويشريو الدواء، يعني ياخدوا الدواء من السبيطار. برشا مطالب التشغيل في دوار هيشر، أكثر نسبة بطالة في ولاية منوبة، البنية التحتية زادة كيف كيف. يقول ثم جملة من المطالب الأخرى عند رئيس الحكومة منذ 10 أفريل 2019. يقول كان ما في بالكم، مش هاو في بالهم الحكومة الجديدة موجودة من هالتاريخ هذية ولا حياة لمن تنادي. يقول راهي دوار هيشر رسالة للسلطة والناس الكل، رانا نحن قاعدين سيسو إلى أبعد الحدود، ما نحبوش نساعدوا، لأنه كان تخرج دوار هيشر راهو اختر على الوضع العام، لأنه نحن نخافوا الأمور تفلت من ايدينا. يقول احنا 6 كيلومتر على العاصمة معناش مستوصف ومنتزه. يجي هذا في ظل التحذيرات من زيادة في الاسعار، الطماطم قريب يزيدوا فيها بكيلو طماطم معلبة، فما شكون يحب يردها ب5,000. دخلت وزارة التجارة وريضت الجو مؤقتا، وفما ماركات وعلامات ما هيش باش تزيد فيها في الوقت الحاضر، اما الله اعلم وقتاش تزيد فيها وقت ما تحب. الحليب فما احتجاجات، قال لك يا تزيدونا في اسعار الحليب يا اما برا وجيبوه من برا من خارج البلاد. السكر، القهوة، الزيت النباتي 5 لترات قرابة 50 دينار وإلى غير ذلك. اليوم الشعب تعب على الأخر، وفما حالة غضب واحتجاجات كل مرة في بلاصة. إلى جانب هذي الكل فما نية للحكومة إنها تزيد في المحروقات زيادة قريبة، وهذا باش ينجر على كل الزيادات الأخرى. اليوم خبير دولي في مجال المحروقات، هو استشاري وخبير دولي محمود المي، يقول بأنه دولة تونسية هكا ولا هكا، لا مفر من الزيادة في أسعار المحروقات في الفترة يعني القادمة. ويقول بأنه
فما تأخير في سداد الفلوس مع الشركة اللي تتعامل معها تونس، وفما أسعار البريل معناها في العالم اللي هي زادة معناها عندها دخل، وفما الدعم زادة كيف كيف جي هذا في صفاقة زادة نحكيه على حالة احتقان في صفوف أصحاب المخابز بسبب ما تحصلوش على مستحقاتهم المالية. به نحكي ودونك على حالة غضب في البلاد بصفة عامة. شنو عمل رئيس الجمهورية قيس سعيد؟ اجتمع اليوم مع رئيسة الحكومة السيدة نجلة بودن في قصر قرطاج. بعد الاحتجاجات هذه قيس سعيد يستدعي نجلة بودن إلى قصر قرطاج. شنو حكيوا في هذا اللقاء؟ لقاء متجدد مرة أخرى يوصي قيس سعيد بالتركيز خاصة على المسائل المتصلة بتزويد السوق بالمواد الأساسية، بذل مزيد من الجهد لمقاومة مظاهر الاحتكار والترفيع في الأسعار. وهذه أوامر تتلقاهم رئيس الحكومة يمكن من عرش قديش للمرة العاشرة ولا مرة من عرش أكثر بخصوص الاحتكار زيادة في الأسعار. اليوم فما إشكالية ما نعرفش كان انتوما قاعدين تلاحظوا فيها، سلع تختفي بعد انت ترجع لازمك تشري، فتشري بالسوم الموجود. ما نعرفوش هل هذا يعني توجه نحو رفع الدعم، ام انه بالحق فما احتكار وفما مضاربة وما فماش سلع، ولا فما أزمة عالمية. الحقيقة احنا نقولوا بأنه هذه مشكلة كبيرة وكبيرة وكبيرة على الأخر. به في هذا الخصوص رئيس الجمهورية ما عليه إلا ياخذ جملة من القرارات بخصوص المسائل هذه، لأنه الاحتجاجات اليوم نلقاوها في عدد من ولايات الجمهورية، نلقاو زيادة الخريجي الجامعات كيف كيف زيادة يعني قاعدين يحتاجوا يطالبوا بمقابلة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد ويطالبوه بمرسوم. اليوم نلقاو المواطنين يقول لك رئيس الجمهورية اليوم دعمنا صبرنا معاه، معناها معاه على طول، ولكن راهي طالت الامور ماشي في بينا باش كيما نقولوا ما تتراجعش الاسعار، ما تيحش على الاقل ما تزيدش. يقول لك زادا لازم تو قبل كل شيء خمم فينا، خمم في معيشتنا، في مكاتبنا، في مقدرتنا الشرائية، في التشغيل لأولادنا، أولادنا حرقة ترميت روحها للبحر. معناها رئيس جمهورية يحكم بالمراسيم، نجم يعمل اللي يحب عليه، شنو المانع؟ هل هي ظروف عالمية، ظروف داخلية، ظروف اقتصادية؟ هل لهذا الأمر يعني ما فهميش حتى أمل باش تتحسن الأمور، باش تتراجع الأسعار، باش الدولة على الأقل تضرب بقوة من أجل أنه الأسعار ما تزيدش، من أجل أنه المواطن كيف يمشي باش يقضي ياخذ كل السلع اللي متوفرة في السوق بالشكل المطلوب والشكل الكافي.